يا عم اللي بيحصل فينا ده يا عم ليه كده يا عم انت انا خايف بس صوتك انا خايف يا عم استني يا عم احنا دلوقتي لو فضلنا خايفين يا بومب الزومبي هتاكلنا طب يعني اعمل ايه يعني اعمل ايه يا عم هي كده ولا كده هتاكلنا خلاص كانوا العربيه وكانوا الناس اللي كانوا معانا بومبو ركز إيه؟ معايا ايه يا عم لازم بص تاخد خطوه ايجابيه ولازم تقضي على الزومبي يا بومبو احنا قدها خطوه ايجابيه انت جاي تهزر هنا على راسك بص تعالى ورايا تعالى ورايا يا بومبو تعالى يا عم مش هنعرف نهرب ابو علي مش هنعرف نهرب منهم يا ابو علي تعالى ورايا يا بومبو بسرعه اجري بص الزومبي شافونا الزومبي شافونا يا ابو علي اجري يا ابو علي يلا يا بومبو يا ربنا بيجروا ورانا والله ما يسيبونا بص بص دول شامين ريحتنا شامين ريحتنا يلا يا بومبو بص انا حاسب زومبي بيجروا ورانا زومبي والله ما يسيبونا مش هيسيبونا بسرعه ايه ده مين ده تعالى يا بومبو تعالى في واحد قبل ادم تعالى شكرا شكرا لهوي الحمد لله الحمد لله يا ربنا ليه كده ليه كده انا مش قادر اخد نفس يا ابو علي انشف كده بقى كلمه مشخره اقعد بقى يا بومبو بقى خلينا نشوف الراجل ده مين شكله غريب قوي راجل غريب جدا بس شكرا والله كتر خيرك كتر خيرك يا عمو هو ما بيتكلمش ليه يا ابو علي ما بيتكلمش معانا ليه ماله الراجل ده مش عارف يا بومبو الحمد لله مش احب اعرفكم بنفسي انا القائد الخارق القائد الخارق ده خارق تعالى يا باشا اقعد اقعد اتفضل حضرتك خارق اقعد على الكرسي انت احنا ربنا بيحبنا يا ابو علي شفت يا بومبو انت كنت خايف اهو جالنا واحد خارق اهو ده الحمد لله ده احنا كده جامدين جدا ممكن حضرتك بقى تخرجنا من هنا لو سمحت احنا خايفين جدا ومش عارفين اي حاجه ومش عارفين ازاي نروح من هنا اسف عندي ليك خبرين خبرين خبر حلو وخبر وحش الخبر الوحش ان انت مش هينفع تخرجوا من هنا ليه ليه كده حضرتك طب والخبر الحلو لا اسف عديت غلط ده جاي يهزر يا ابو علي ده جاي يهزر يا ابو علي حضرتك اشتغلنا وكلنا انا بطل خارق مش بطل خارق وجاي هنا بتضحك علينا تريقوا عليا انتوا هتلخبطوني انا عقلي ما بقاش فاضل في حته سليمه على بعض حرام عليكم بقول لكم ايه مفيش وقت يلا تعالى ورايا حضرتك انا بخاف ما ينفعش اروح في حته انا خايف اصلا من غير حاجه لو سمحت لو سمحت يا فندم ما قدمناش حل تاني تعالى يعني انا مش فاهم هو حضرتك هتعمل ايه وهتعمل فينا ايه فهمني تعالى ورايا انا مخبي العربيه ورا تعالى يا بومبو تعالى ماشي ماشي حلو حضرتك هتهربنا تعالى واو زومبي زومبي ارجع يا فندم تعالى ايوه امال احنا كنا بنجري من ايه باب تاني فين مفيش باب مفيش اي حته مفيش اي حاجه يا ابو علي بومبو ما تلخبطناش استنى بقى نفس المكان خرجنا منه قبل كده يا ابو علي يلا بسرعه 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 يا بومبو سيب الراجل يركز يلا تعالى حضرتك هتودينا فين هو رايح فين يا ابو علي ده مجنون شكله مجنون بومبو استنى بقى عربيه معاه عربيه ايوه خدني معاك خدني معاك لو سمحت اجري مع الزومبي هيقتلوك يا ابو علي اركب يا ابو علي بتشعبط في الكهرباء انت استخبيت جوه بقى يا عم خبيت جوه رميتني انا بره ما لحقتش وانت رايح فين يا فندم مودينا على فين يا عم الخارق كل حاجه عشان ننقذ المدينه لازم نتحد مع بعض يا عم بس ننقذ ابو علي اللي مرتوش ورا ده حرام علينا حاطين انا ورا اي زومبي هيجي ياكلنا انا يا لهوي امشي بسرعه يا لهوي يعني ايه حضرتك بتقول نتحد مع بعض انا خايف اصلا وفاكر ان انت هتحميني يعني ايه يعني نتحد مع بعض مش فاهم انا دي قلنا بقى يا بومبو خلينا نشوف الراجل هيودينا فين ايه ده احنا وصلنا فين مش عارف بص داخل في حته ما بيتكلمش كتير ما بتتكلمش ليه يا فندم ايه ده انزل يا بومبو انزل يعني ايه ننزل ننزل نروح وخلاص ابو علي هو بيمشي ومشينا وراه احنا مش عارفين اي حاجه انا خايف منه ابو علي انا خايف بومبو. منه ما قدامناش حل تاني ادخل خلاص يا فندم ادخل يا بومبو خلاص طالما كده مفيش حل غير هو بس خلينا ماشيين وراه لغايه ما نشوف هيحصل ايه احنا جايبنا فين حضرتك احنا هنعمل ايه فهمني احنا هنعمل ايه يا فندم حضرتك انا هعمل ايه يا عم رد علينا ما تبقاش خرع وتعالى ورايا يعني ايه ما بقاش خرع يا فندم والله العظيم انا خير ايه ده مقر سري عندهم مقر سري يا ابو علي واو المكان شكله لا الاماكن السريه دي انا بقيت خايف بومبو زيك خايف من ايه استنى مين حضرتك ممكن تقول لي واو وصور مين دي يا سلام شكلهم جامدين جدا انا هنا القائد الخارق ضربت بليكو اجيال واجيال ان انا اتدربكم تدربنا
يعني احنا هنبقى جامدين كده؟ اتدربنا ليه؟ هتدربنا ليه؟ انا مش مصدق. عشان نطلع من المشكلة. انت هتتدرب يا بومبو؟ مش مصدق ان انت هتتدرب يا بومبو. يا عم انا غايب اصلا من غير حاجة، هتدربني ازاي اذا كنت انا اصلا بخاف من خيالي؟ انا فرحان يا قاضي خارق عشان بومبو عايزه يتدرب ويبقى قوي، عايزك تخليه بطل. هتتدرب معايا حلو، مبسوط كده هتتدرب معايا، مبسوط؟ اهم حاجة ننقذ مدينتنا يا بومبو. مدينتنا ان احنا نتدرب وننقذها. انا مش عايز اتدرب يا بومبو، انا خايف. خش ده انا بص حاسس ان الشجاعة هتنط من وشي. ايه المكان ده؟ خدني جنبك على الكرسي. اقعد اقعد يا ابو علي. واو احنا كده عايزين فشار ونقعد ونبقى زي الفل. فشار ايه يا بومبو؟ انت مش شايف الزومبيات اللي على الشاشه؟ اه زومبي؟ ايه ده حضرتك بتتكلم بجد؟ انت بتدربنا قصاد الزومبي؟ يعني انت عايزنا نتحدى الزومبي؟ بالظبط ده اللي انا عايزكم فيه. المهم زي ما انتوا شايفين كده من هنا هتفهموا ازاي تتدربوا وتجربوا الزومبي. اول حاجه لازم يكون قلبكم ميت. قلبنا ميت؟ بومبو انا واثق ان انت قلبك ميت يا بومبو. انا قلبي مات يا فندم من زمان، انا قاعد مستني هنا. بص خلاص انا جاهز، اي زومبي هيجي لي انا مستعد. هو ده الكلام. تاني حاجه الزومبي بيخاف من الغاز جدا. غاز بسيطه، حلت محشي يا ابو علي، ناكلها ونفنش الزومبي. محشي ايه يا بومبو؟ بومبو استنى، طلع بومبو بره يا فندم. قفلوا زار، عايزين جد هنا. خلاص يا بومبو بقى. انا اقول له ايه يا ابو علي؟ واحد بيقول لي فنش الزومبي بالغاز، اقول له ايه يا ابو علي؟ اقول له ايه؟ حط نفسك مكاني. استنى يا بومبو ناخد التعليمات نشوف الزومبي بيخافوا من ايه. لازم يا عم تعليمات. انت بيضحك علينا، جايبنا في سيما باب واحد بيشتغلنا ويقول لك زومبي وعمال بيعرض لنا شويه صور. انا خايف من الراجل ده اصلا اكتر ما انا خايف من الزومبي. يا بومبو لا بص، انت مش شايف الصور ان هم كانوا بيواجهوا الزومبي؟ لازم نتعلم منهم ازاي قدروا يتغلبوا على الزومبي. استنى، ثالث واهم نقطه الزومبي نقطه ضعفه هي الراس. تضربه في الراس يموت من اول طلقه. اضرب الزومبي في راسه، بسيطه. هات بقى استك والبن نضربه بيه. هنضربه بايه سيادتك؟ هنضربه بايه؟ ها وريني بقى، عرفني كده هنضربه بايه. لا يا بومبو انت لو ما سكتش انا هطلع نبله دلوقتي وهضربك انت في راسه. كمل يا فندم، انا اسف ان انا جبته معايا. كمل، انت مش هينفع تكمله باللبس ده، قوم ورايا بسرعه. كمان هيغير لنا هدومنا، هيضحك علينا. يا عم تعالى، بقول لك يا ابو علي انا همسك في بنطلوني. نعم. مش هسيب بنطلوني يا ابو علي لحد. معلش غير البنطلون المره دي. ناخد الشنطه دي ونروح نلبس الحاجات. بجد انت بتتكلم جد يا فندم؟ الله انا مش مصدق نفسي، ابو علي دي مليانه حاجات حلوه بجد. خش ابو علي انت الاول، بقول لك ايه، تيجي نخش مع بعض. يلا ابو علي. يلا غيرت اللبس بتاعك وانا كمان. اه بص يا فندم اتفرج. أيوة. عليا انا بقيت سوبر وخارق. سوبر وخارق؟ أيوة. باللبس والله بقيت سوبر وخارق. بص يا فندم، شكرا يا فندم والله، ابتديت حاسس ان انا قوي قوي يا ابو علي، بس شعري طالع من قلب الخوذه مش عارف، يعني حاسس ان انا خلاص هتجنن. انتوا كده دلوقتي جاهزين؟ يلا عشان عندنا مهمه. مهمه ايه يا فندم؟ ده احنا قد 20,000 مهمه، انت جاي تهزر ولا ايه؟ استنى بقى يا بومبو، تعالى ورايا. بيقول لك مهمه ابو علي؟ بيضحك علينا ابو علي ولا ايه؟ في ايه يا عم انت؟ استنى بس واخدنا على غشمنا كده، تعالوا خشوا في مهمه. لبسنا وفجاه لقينا نفسنا قاعدين في الحماده والزومبي قاعد بياكل في بطننا. استنى يا عم انت ليه ما بتطلعش مهمات؟ ده سؤال مهم. بومبو انت مش اتدربت ولا ايه؟ امال هو كان بيدربنا على ايه جوه؟ يا عم اتدربت عشان احمي نفسي، لكن انا عايز افهم دلوقتي هو ليه عايزني انا اروح المهمه؟ طب قول لي نوع المهمه ايه؟ تفهمه لما نوصل. هو ايه اللي هتفهمه لما توصل؟ انت بتشتغلنا يا عم انت. يا بومبو الراجل عايز يتكلم. ما تقاطعنيش. خلاص يا فندم انا اسف فندم، مش هقاطعك. اهم حاجه لما نطلع بره محدش يبص وراه، وخلي قلبكم ميت زي ما قلت لكم. يعني ايه خلي قلبي ميت؟ ابو علي انا ابتديت اقلق اكتر. انا قلبي ميت يا فندم. يلا بينا. يلا بينا يا فندم. انا مش فاهم اي حاجه، عايز تحطنا هنا ليه؟ خد بسرعه على المهمه دي. ده بيكتب لك ايه ده يا بومبو؟ المهمه بتقول ان الطياره اللي فوق دي لازم ناخدها عشان خاطر ننقذ الناس. يا فندم احنا ما اتفقناش على الكلام ده، انا ما بوصلش طيارات. ايوه هي الطياره اللي فوق الاسم. وتاني حاجه بتقول ان في زومبي هنحاول نخترقه. نعدي الزومبي ازاي؟ حضرتك تعدي الزومبي ازاي؟ لازم واحد فيك يروح يجري الزومبي، التاني بسرعه يطلع يجيب الطياره. حلو، المهمه بتاعت اشغال الزومبي دي انا بحبها. يلا بينا يا ابو علي. انت اللي هتشغل الزومبي؟ بص واحد فينا يخش يمين والتاني يخش شمال، واحد يخش من النص، متفقين؟ لا طب خلاص استنى لو انت مش عارف تعالى اعملها كيلو باميه. كيلو باميه. انا اللي اخش من اليمين وانت تخش من الشمال وهو يخش من النص. انتوا بتهزروا؟ ما عندناش وقت. ما انت كلامك غريب جدا ومهمتك اغرب. يا سلام الشمس هتساعدنا، الزومبي هيتحركوا بعيد واحنا نقدر نخش. يلا بسرعه تعالوا، يلا بينا سريع 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 سريع. هوب هوب هوب. ايش يا زومبي؟ يا بدنا انا صوت خش خش بسرعه خش بسرعه. يا سلام الله يا فندم. اطلع بسرعه 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 مالي بسرعه. يلا وراك 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 وراك. يلا طلعنا طلعنا. يا سلام. ايوه بقى الطياره اهي. المهم جاهزه يا فندم. انا اللي اسوق ليه؟ بس مفيش مشكله ممكن اجرب. الله يلا فندم اركبوا بسرعه. ركبتوا ولا لسه؟ ما
ما تركبوا. ركبنا. ما ركبتوش ليه؟ ما تركب ايه ده تركبتوا؟ ربنا يستر. من اولها كده مش شايفنا؟ الطياره تقلع. يلا يا فندم. المفروض نروح لقدام ولا نروح لورا؟ انا مش عارف حاجه. يا نهار احوز الزومبي تحت وانت مش عارف تسوق كمان. لا لازم اسوق كويس يا فندم، ما تقلقش. يا لهوي الزومبي فعلا تحت وهيجيبونا. يا فندم الطياره بتحدف مني يمين وشمال. يا فندم لا لا منو كانت خطه منيله ومهببه، وكان قاعد بيعلم بالله ربنا.